طالما تعب زهر يبقى اكيد يدبر الشيء. لو لمس حد فيهم يبقى موته مش كفايه. شيخ عرفان، شيخ عرفان، في ايه يا واد؟ متعب خد رجالته وطلع على الطريق. ايه راجل؟ امر عمي. حضر الرجاله. امرك يا عمي. استنى يا ابوي. ايه يا رمان؟ رجلي على رجلكم، مش هقعد استنى هني. يلا يا ابوي، يلا يلا انزل. عمر اوعى تنزل يا عمر، ما تسمعش كلامه. عمر ما خافش. ده ايه يا نهار اسود؟ اقفل الباب كله من جوه. يا نهار اسود عمر. تعالى عمر. نعم خير. بدي اعرف ايش اللي جابك لغايت عنا؟ وانت مالك؟ مش شغلك؟ لا هذا شغلي. اقول لك خذ اللي وياك وارجع مطرح مجيد. ده لو كنت خايف على حالك وعلى روحهم. وانا مش بنقول من هنا الا ما افهم انت اللي عايز ايه. وهتفتكر ان الحاجات دي بتخوفني. شغل العصابات والبلطجه ده ما بياكلش معايا ولا بيهتني. نعم افتح الطريق احسن لك. تبقى انت اللي جنيت على روحك يا ولد النواب. اتعب. يوه ما حدش فيهم بيرد. انا ابتديت اقلق بجد عليهم. انا قلت لهم ما يروحوش المشوار ده. ما انت عارف عمر لما يحط حاجه في دماغه ما حدش يقدر عليه. حتى تينا سمعت كلامه المره دي وعملت اللي هو عايزه. هي طول عمرها بتسمع كلامه، ما بتكسرلوش كلمه. تقوليش امه وبتعامل ابنها. جربي تاني، جربي تاني يمكن يردوا. يا نهار ابيض، دي الموبايلات اتقفلت بجد. ما هم في صحراء، جايز ما فيش شبكه. وبعدين يا عم انا ابتديت اخاف بجد، انا خايفه يكون جرالهم حاجه. فلا الله ولا فالك، بعد الشر ان شاء الله خير، ربنا يجيب العوام سليمه. سليمه ازاي بس والحكايه ابتدت برصاص؟ انا حاسه ان الجوازه دي هتجر وراها مصايب قد كده. طمني خير ان شاء الله يا رب. انا دمي نشف وبترعش وكنت بموت في جلدي. احنا اسفين قوي، اسفين جدا. شفت يا بابا؟ مش قلتلك، قلتلك متعب مش ناوي على خير. متعب؟ هو ده متعب ابن عمك اللي كان ضرب عليا نار؟ هو يا عمر عيل طايش كل همه يتجوز لمار، يعرفش يتكلم الا بالدم. هو اللي ما يعرفش اللي هيتكلم الا بالدم. ده اللي هو اللي ضرب عليك نار؟ هو يا حبيبتي. هو يا حبيبتي؟ ايه البساطه اللي انت فيها دي؟ وما بلغتش عنه ليه عشان توديه في 60 داهيه؟ فيها انا برضه اعمل كده. ايوه تعمل كده. زي ده راجل طيب وابن اصول. شكرا يا عم الشيخ. الحمد لله. بس انا مش هسكت بعد اللي عمله النهارده، مش هسكت. متعب ما يقدرش يهوب هنا، رجاله كلها وكفال وانا اولهم. يا شيخ عرفان ما تيجي نخلع بجلدنا، مفيش داعي من الجوازه دي يا اخويا. انا مش مستغنيه عنك. ابوس ايدك. في هدينا. في ايه؟ هنخاف. شيخ عرفان انا جيت لك لحد هنا علشان طالب ايد بنتك لمار، ولو قابلني حط ايدك في ايدي. الله يبارك فيك يا تينا. ربنا يخليك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. قلت ايه يا شيخ عرفان؟ انت كل يوم بتكبر في نظري. ايش قولك يا عروسة؟ قولك يا ابويا الشيخ عرفان. يا راضي امرك يا شيخ. دق الطبول. طبول ليه؟ هتعلون الحرب. لا لا ده بيتخن صوته عشان متعب، يخاف لو قريب ولا. بارك الله فيك. انت بتقولي حاجه يا ست هانم؟ قولي له بقى، قولي له كنت بتقولي ايه. كانت بتقول ما شاء الله قاعده جميله والعروسه يعني والاستاذ سراق هيجنن. ما شاء الله. لا انا بقول ولا حاجه، انا بس كنت بقول يعني اني اخته وعمه مش لازم برضو يفرحوا في العظيمه زي اللي احنا فيها دي. الكل هيفرح بالعروسين في مصر، انما الليله ليلتنا، لازم نفرح والبلد كلها تفرح لاجل ما نسد الطريق على متعب وشره. يلا يا راضي دق الطبول. اتفضل. تاني طبول دي. جاهزين يا شيخ؟ وهتبقى احلى ليله، ليله زي الفل ان شاء الله. مش داخلين غزوه، لازم طبعا. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا بنتي. مش تبوسي العروسه؟ اه لما يدق الطبول. بقول لك ايه يا ربيع،
مش عايزاك تطبطب عليها زي كل مرة. البنت زمامها فالت ولازم لها رابط. انا بقول لك اهو. ارحمي نفسك شوية وحاولي تفتكري انك ام. اهي طبتك دي هي اللي مخليها عاملة فينا كده. بنتك بتمر بأزمة نفسية ولازم تقفي جنبيها. وانت بتمر بأخطر مرحلة في حياتك لازم تركز فيها. دي فرصة يا ربيع ومش هتتكرر. فرصة ايه؟ انا بكلمك عن بنتك. وانا بكلمك عن اخطر مرحلة في حياتك. لازم تدخل الانتخابات وتنجح كمان. الله يقطع على السياسة واللي عاملها فينا السياسة. السياسة دي اللي مش عاجباك يا حبيبي مخلياك نجم مجتمع وبطل قومي الناس مستنياه. حتى لو كان على حساب بنتك؟ حتى لو كان على حسابي انا شخصيا. يا شيخة ده انت فظيعة قوي. اوعي كده. فوفا فوفا. ربيع ربيع هلا فوفا. ميار الحقيني يا ميار. ايه فوفا؟ مرمى عليها الحقيني. تعالي تعالي شيلي معايا على السرير. اوف حبيبتي. انتي اللي فيه ايه؟ وقعتي قلبنا. كان مغمى عليك يا حبيبتي. مش عارفه دماغي لفت ما حسيتش بالدنيا انت وقعت. كلمي دكتور. بس نفوقها الاول. دكتور ايه دلوقتي؟ هو ايه الواحد ما يعرفش يعتمد عليكي في اي حاجه. انت كل حاجه ترميها عليا. يا جماعه مش عايزه دكاتره. انا كويسه خلاص. خلاص بقت كويسه ما تفوتش على البنت. طب بس على شرط مفيش خروج النهارده. مش هخرج انا هنام. عايزه انام. يلا يا ربي حبيبتي. يلا سيبها تستريح. بيبقى. نامي نامي وارتاحي. مش عايزه اي حاجه. عايزه انام بس يا بابي سيبني. خلي بالك من نفسك. اهو انت كده بقى حطيت رجلك في عش الدبابير. وطي صوتك يا عم ايوب هتفضحنا ولا ايه؟ يا بنت انا خايف عليكي هيأذوكي ده الناس مفتريين. اديني فشيت غلي وخدت لك بطارك. يا بنت انت ايه؟ قلبك ده حجر صوان ما تهبيش حاجه ابدا. ويهاب من ايه يا حسره وهو ميت من زمان؟ مش هيسيبوكي. ربك ما بيسيبش حد. واديني متشعلقه في رحمته يمكن يتوب عليا من الهم ده. بنت مريضه. بنت بنت في ايه؟ تعالى يلا بنت. ليه؟ انا بصحيح ان انا سمعته ده. سمعت ايه يا خلوص؟ الاستاذ الافندي نيازي اتفور الحكومه عكشته. راجل دي لو نجس واخرته لازم تبقى كده. يبقى انت صحيح اللي عملتيها واللي سمعته بحقي وحقيقي. فورت الراجل وطهرت لنا السبوبه. هو انت يا اخويا ما بتسمعش سبابيب؟ ما تحل عني بقى. الله الله الله. ده بنت ده دانيلو لانجوج ولا ايه؟ يا ابني طول بالك عليها شويه. رايح حتى اعمل حاج انت جوم اوفر اساسا. خلينا نشوف نظام الست باريزه ايه. نظام ولا دياول يا خلوص. واعمل لك قفله في ليتلك دي. انت بتشوحيني يا بنت. واضبط في المره رقبتك كمان. انت هي يا اخي اشتريتني؟ اشتريتك يا روح امك ودفعت حقك مقدم ولا نسيتي؟ عايزك يا خلوص. عايزك توفيه كده يا روح امك لنفسك وتعرفي انت ايه؟ يا ابني استهدى بالله كده، ما تخليش الشيطان يخش بنات. بقولك ايه يا عم الحاج؟ الشيطان عامل معايا يا ابو نيه، ولو احتجت بحاجه رنني، رايح انت بقى. بالراحه، بالراحه يا راجل يا خلوص. طب بص بقى بنادي بالراحه يا روح امي، لو ما تلمتيش لاكون مشرحك بالمطوه اللطيفه دي ومعلقك على باب الجراج ده زي الذبيحه. يوه، وانا كنت عملت لك ايه بس يا خلوص عشان كل ده؟ ايوه، تعالي لي كده في الناعم. يلا بقى يا روح امي قومي عندنا شغل ياما. بصي لي كده يا بنت، صوريني يا بنت، صوريني وعليني برواز بالحاج. معلش يا بنتي، روحي شوفي شغلك. حاضر. اديني جايه يا سي خلوص. مش هنتبطر على اكل عيش، ده حتى يبقى حرام. يلا يا اختي. ربنا ما يجعلنا رفاصين النعمه. ايوب، جيم اوفر اخويا. ملعونه دي لقمه. ملعونه والله. وجارتي اللي من سني جايه وتشتكي.